ودي عايزه عشان الطياره. خد كتير كتير. خد يا مرات خالد. مبروك الله يخليك حبيبتي. انا هقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. مستعجله على ايه؟ خلصي دراستك الاول. طب يا اختي اما اخلص ابقى احصلك. انا موافقه. رجعت الموبايل؟ رجعيها هنا عشان ما ابقاش قلقان عليك. ايه الزيطه اللي في الشارع دي يا امال؟ ايه؟ مبروك يا بابا. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. مبروك يا مين. مبروك يا محمد. يلا بينا بقى اشرف نطلع على فوق عشان مش هينفع الوقفه في الشارع كده. لا احنا جايين نبارك ونوصل عروسه وبس. يا عم توصل عروسه ايه؟ مش العرسان دول لسه هيجهزوا كده ويتشيكوا؟ ايه يا عم خالد ما تقول له ان احنا مش بخله. يلا اشرف يلا شفيق ما تهربوش يلا فوق. لا عم مجاهد. ايوه يا استاذ احمد. العربيات دي في عينيك؟ دي عربيات البهوات فاهم؟ عربيات البهوات في عينيا والف مبروك وعقبالك وعقبالنا احنا كمان لما نبقى بهوات قريب. ربنا يكرمك يا عم مجاهد. يلا. دول صحابي يا عبده. دول الولاد اللي كان متخانق معاهم. جابهم منين؟ وهم جايين يجاملوا لي ايه؟ يبقوا اصطلح. اصطلحوا ازاي وامتى؟ يو اصطلحوا زي ما اصطلحوا يا عبده. المهم ان بالنا احنا يرتاح. تعالى. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا بابا؟ سلام عليكم. اصحابي جايين يعني يشاركوني في الزفه وينقطوني يعني. اهلا وسهلا. دول اصحابك؟ اه. ايه يا بابا حضرتك مش فاكرهم؟ ده اشرف ابن معالي الوزير، وده شفيق ابن العتر بيه، وده خالد طبعا ابن الاستاذ كمال. اهلا وسهلا. انتوا اصطلحتوا؟ خلاص يا اونكل احنا اخوات. اخوات؟ اتفضلوا خشوا. لا 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 يا اونكل احنا هنمشي على طول. مبروك يا عريس. مبروك يا عروس. ميرسي. طب بعد اذنك انا يا باشا هنزل استنى تحت. يا عريسنا عايزك في الكلمتين. الف مبروك يا عمي. وعقبالك. فين يا ابني؟ مع اشرف العريس والعروسه. لا انا هاخد عربيتي. يلا يا امال. استنى يا عبد. عمرتك العرجه ولا سؤالي اللئيم؟ عربيات تشرف بصحيح. طب اركبي اركبي. عامل لنا قيمه في الحته. تحبي تركبي في عربيه مع العيال؟ والنبي ما يملى عيني حد غيرك. اركبي. ما ملاش عين البني ادم غير التراب. طب العريس والعروسه اتفضلوا معايا بقى. اتفضل معايا بقى انا يا عم. احنا بصراحه ما كناش ناويين نروح المطار خالص. ليه ما كلنا نروح سوا ونركب في العربيه مع بعض؟ يلا اتفضل. طيب يلا يا توحيد اركب انت وحسن ورا. يلا. حاضر يا بابا. طبعا انا حركه مع العريس والعروسه وانت خد هنا ومحمد معاك. تأمرني يا مينو. طبعا احنا بتوع اعلام ومع بعض. اه طبعا احنا اولى ببعض. انا مش راكب معاكم هنا بقى ولا ايه؟ هتركب يا ابو حميد. اتفضل انت منورنا. ايه البدل الجامده دي؟ اتفضل اتفضل. يعني بقول لك ايه، العريس والعروسه جنب بعض. عايز اللي يرجع في كلامه. طيب. الو. ايوه يا خالد انت فين؟ فين ده؟ انت بعيد قوي. لا ابدا، كنت عايزاك تيجي تحضر حفله عيد ميلاد ماما. اه
الليله يا خالد في ايه يا ابني؟ ده انا عامله لها حته مفاجاه. ايه تجنن؟ لا هي ما تعرفش ان انا في البيت اصلا. انا قلت لها ان انا اروح النادي وانت هتيجي تاخدني بالليل. انا عايزاها اول ما تيجي تلاقينا في وشها في البيت. يلا بقى. طب يا خالد باي باي. انزل. يلا اطلع معايا. ايوه بس يعني بقول لك ايه، انا عاوزاك تشوف الشقه، وبعدين النهارده عيد ميلادي. كل سنه وحضرتك طيبه. يو انا ما بحبش كلمه حضرتك دي، بتعصبني جدا. وبعدين بقى انا الليله دي ببتدي سنه جديده، وانا متاكده انها هتبقى سنه حلوه قوي. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا نوجة. انا عايزاك تشوف الشقه في اول ساعه في اول سنه جديده من عمري. اوكي بس اوعى تقول انا سني كام سنه. انا عارف انت عندك كام سنه. انت عارف انا سني كام سنه؟ طبعا انت عندك 22 سنه قدي بالظبط. صح، انت عارف سني باليوم من غير ما حد يقول لي كمان. طب يلا بقى نطلع، مفيش حد فوق. انت تتفرج على الشقه وانا اغير هدومي، وبعد كده ننزل نحتفل بعيد ميلادي مع بعض براحتنا. اوكي يلا. ما تدخل، تعالى. انت خايف كده ليه؟ ادخل. يا خبر عليك، انت لخمه كده ليه؟ تعالى. انت هنا يا سمية؟ كل سنة وحضرتك طيبة. فجأة مش كده؟ أنا كنت عايزة أعمل لحضرتك مفاجأة. هي مفاجأة صحيح. طب أنا هستنى حضرتك تحت. رايح فين؟ تعالى هنا. ده رياض بيشتغل معايا وصديقي، وجاي يحتفل معايا بعيد ميلادي. أعمل إيه؟ ما أنا وحدانية وولادي ناسين عيد ميلادي. ليه كده يا ماما؟ أنا فاكرة طول السنة. أنا آسفة إن كنت ضايقتك وفاجئتك. يا ريت بقى ما تفاجئنيش تاني، عشان أنا ما بحبش المفاجآت. أوكي يا ماما. حاضر. طب مش هتيجي تطفي معايا شمعة عيد ميلاد حضرتك؟ أنا حاطة شمعة واحدة. كفاية. دي أس بنتي. مساء الخير. بونسوار. تعالى بقى عشان نطفي الشمعة سوا. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Nagwa. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا سنة حلوة. يعني انت عامله لي مفاجاه عشان تركزي عليا؟ يعني مستنيه ليله عيد ميلادي عشان تسوديها؟ انت بتكرهيني في عيشي زي ابوكي. انا قلت لك تعملي لي عيد ميلاد؟ انا قلت لك تغني لي وتصوتي وتعيطي؟ ما انت سامعه كلامي ولا لا؟ انت ما بترديش عليا ليه؟ انت ازاي تسمحي لنفسك انك تسيبيني وتمشي؟ ردي عليا. انا اسفه يا ماما، اسفه. ايوه انت لازم تبقي اسفه، انا امك. ولا انت فاكره نفسك انك تقدري تحاسبيني؟ لا يا ماما، احاسب حضرتك ازاي يعني؟ ايوه فوقي انا اللي احاسبك. اسمعي يا بنت، انت ما تبصيليش البصه دي. انا ما استحملتش ابوكي يبص لي البصه دي وسبته. اوكي يا ماما، حاضر. حضرتك لازم تحاسبيني عشان انت امي، لكن من حقي على حضرتك انك تبقي لي مثل اعلى وافتخر بيكي قدام الناس كلها. وانا ايه اللي عملته عشان ما تفتخريش بيا؟ وانا قلت لك 100 مره ما تبصليش البصه دي. رياض ده صديقي بيشتغل معايا، وانا قلت لك كده. خلاص يا ماما، حضرتك حره. ايوه انا حره، ولازم تفهمي كده كويس. ولا انت فاكره نفسك خلاص كبرتي؟ لا يا ماما، عارفه اني لسه صغيره، عارفه اني لسه يا دوب عيله في ثانوي قد اللي قاعد بره ده، اللي
اللي حضرتك جايبهولي وبتقولي ده صديقي. انا من حقي انا اختار اصدقائي، ومن حقي كمان لو كلمتيني بالمنظر ده انت تطردك وتروحي تقعدي عند ابوكي اللي قرفني في عيشتي وانا ما صدقت ان انا اخلص منه. هتقرف. يلا يا رياض. يلا يا رياض مستني ايه؟ انت عايز تستنى هنا؟ هو حضرتك مش هتلبسي ولا ايه؟ ايوه صحيح انا لازم اغير، انا هغير وهتزوق وهلبس وهتفسح. يلا. طيب اوكي انا هستنى حضرتك تحت بقى. اوكي انا مش هتاخر عليك. ايوه ايوه حاضر، الدنيا مش هتطير. حاضر. في ايه؟ بابا سمية في ايه؟ مساء الخير يا بابا. مساء النور. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ اخوك جراله حاجة؟ لا يا بابا خالد بخير الحمد لله. طب في ايه؟ ايه الشنطة اللي انت جايباها معاك دي؟ مالها ماما؟ جرالها ايه؟ انا اللي جاي اسال حضرتك ماما جرالها ايه يا بابا؟ تساليني انا ازاي؟ ده انت اللي عايشه معاها وعارفه كل، مش انت اللي كنت معاها؟ في ايه؟ حطي الشنطه دي وقعدي كده وبالراحه وفهميني ايه الحكايه. حطيها يا حبيبتي. حكايه اني جاي اسال حضرتك لما ماما تجيب شاب في سن اخويا خالد وتشغله في المحل وتقول لي ده صديقي، يبقى ماما وجرالها ايه يا بابا؟ ايه؟ انت كانت شاب في سن اخوك بتقول لك ده صديق؟ اه، ودخلت الشقه في وسط الليل. انا اتفاجئت رغم ان انا كنت قاعده مستنياها عشان خاطر عيد ميلادها. وبعدين؟ حاولت اتكلم معاها رفضت، قالت لي انا حره في اختيار اصدقائي وانت اوعي اسمعك تتكلمي في الموضوع ده تاني. حضرتك ما جاوبتنيش. ماما جرالها ايه؟ هجاوبك. هجاوبك يا بنتي ونتكلم مع بعض. هنتكلم مع بعض. بس الأول أعمل القهوة بدل القهوة اللي اتدلقت دي. أنا آسفة يا بابا. أنا هعمل لحضرتك فنجان قهوة حلو. يا حبيبتي لا آسفة ولا غيره. أنا دلقت نصها في المطبخ ونصها التاني على الباب. ماليش نصيب فيها. بابا. من النهارده انا هقعد مع حضرتك هخدمك برموش عينيا، بس انا مش هرجع لماما تاني. انا هكتب في ورقه بره بس عشان لما نملى الاستماره ما نشطبش. في الاستمارة الأعمام أربعة، لا إحنا تلات أعمام بس. زوجات الأعمام تلاتة برضو، لأن محدش من إخواتي اتجوز مرتين. أولاد الأعمام بس دول كتير قوي. العيلة هتخش التاريخ يا حضرة الضابط. بعد كده الأخوال والأعمام. طبعا أنا حافظ أسماء الأخوال والأعمام، بس أسماء الزوجات دول وبالكامل يبقى منين؟ وكل واحد منهم في حتة، يعني دي توها حضرة الضبط. ما هو ممكن حضرتك تتصل بيهم ويملوك الأسماء بالظبط. ما ينفعش، دي محتاجة زيارة. يعني حضرتك هتسافر لهم مخصوص؟ وانت معايا، نسافر من بكرة الصبح. هتسافروا على فين يا عبد؟ حزمي بس، حزمي الاستمارة. حاضر حاضر. وناولين الفنجال. تفضل. هنسافر البلد. خدوني معاكم. والله فكرة، كلنا ننزل زيارة البلد. أنا عايزة أزور سيدي إبراهيم الدسوقي. واكل رز معمر وفطير مشلتت واجيب زبده سيحه. انا بقى نفسي هفاني على السمك البوري المشوي بتاع البحيره من مده. يلا يا عم، ادي احنا مديونين لك بغدوه وزياره حضره الضابط. نكمل. ايه
واقف كده ليه؟ بتفرج عليا؟ بتفرج على الزمن. تعالي اقعدي تعالي. بابا هو حضرتك هتقعد معايا هنا؟ ايه يعني ما ينفعش ولا ايه؟ ما ينفعش ادخل واقعد معاكي في الاوضه ونتكلم مع بعض؟ كبرتي خلاص يا بنوته، لازم تبقي طفله 7 أو 8 سنين عشان اقعد معاكي واحكي لك حواديت او اقعد اسمع لك المحفوظات زي زمان لحد ما تنام. يا بابا حضرتك لسه فاكر؟ انا عمري ما نسيت، صدقيني انا مش فاكر غير انت واخوكي، رغم كل السنين الطويلة اللي انتوا بعدتوا فيها عني، بس مش حاسس ان في حاجة اتغيرت. ساعات كده احس زي ما يكون فتحت باب الشقة فجأة لقيتوا كبرتوا 10 سنين. ياريت يا بابا، ياريتنا ما كناش مشينا من هنا، ياريتنا كنا استنينا، ياريت ماما كانت فكرت لحظة واحدة. انا كمان كان لازم افكر شويه. هو ده الكلام اللي انا عايز اتكلمه معاكي. تعالي اقعدي تعالي. بصي يا سميه، لو كانت مامتي غلطت عشان خدتكوا وهربت يبقى انا كمان غلطت، بل العكس انا بتحمل الجزء الاكبر في المسؤوليه. حضرتك بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه يا سميه بنتي. زمان في الجامعه حبيت بنتي، كانت زميلتي اسمها ندوة، وهي كمان اتعلقت بيا، انبهرت بالولد السائر المناضل اللي مؤمن بشعارات وممكن يدفع حياته تمن المبادئ والافكار اللي بيعتنقها. ياما حضرت معايا ندوات ومظاهرات، وقتها كنت حلم ومثل وخدوة لشباب كتير في الجامعة وأولهم أمك. بس الحلم حاجة والحقيقة والجواز حاجة تانية خالص، وراح الحلم وفاقت على الحقيقة واتسجنت مرة واتنين واستحملت، تالت ورابع مرة كانت مقاومتها انهارت واتبهدلت، وهي اتبهدلت معايا وانتوا كمان اتبهدلتوا، بس غصب عني والله يا بنتي غصب عني. هي دي التركيبة او الكيمياء اللي اسمها كمال ابو العزم، اللي يناضل يناضل على حسابه مش على حساب ولاده وام ولاده. ده كلامها وهي على حق. كان لازم أميز ما بين واحد عازب ما عندوش أي مسؤولية وما بين واحد مسؤول عن ولاده وأمهم وبيته وأسرة. كنت لازم أعرف إني لما تسجن واتفصل عن شغلي إن ده هيبقى على حسابكم مش على حسابي أنا. ما كانش لازم أسيبها تواجه اليأس والجوع وتاخدكم وتهرب عشان تدور على الفلوس في الأول، ودلوقتي رايحة تدور على ولد في سن ولادها تتجوزه عشان تعوض بيه اللي فاتها. إذا عايزة تحاسبي يا بنتي قبل ما تحاسب أمك حاسبيني أنا. العفو يا بابا، حضرتك أشرف راجل في الدنيا دي كلها. خلاص يبقى تسمعي كلامي وترجعي البيت. عند ماما؟ أيوه عند ماما. لو رجعت البيت وما لقيتكيش بعد ما واجهتيها هيعتبر ده إدانة بالنسبة لها، وده مش كويس. ما تخافيش، أنا عارف إنها بتفكر كويس ولا يمكن توصل الأمور للدرجة دي. بالنسبة للسرير بقى سيبيه زي ما هو، أرجع بكرة أقعد أتأمله كده وأستمتع بيه. وحضرتك ما تنامش عليه ليه؟ يا حبيبي انت عارفه ان انا ما بحبش الاوض المقفوله من زمان، انا بنام على الكنبه بره. المهم انا مش عايزك تقلقي، انا هكلمها بطريقتي، ترجع البيت تلاقيكي عشان ما تحسش ان صورتها تهزك جواكي. اوكي وريني كده اوكي ولا لا.
لا سواء انا اغير واجي اوصلك. انسي انا مش جاي معاكم. مش جاي معانا ليه؟ وحاجي معاكم عامل ايه؟ تزور عمامك وعماتك وقرايبك. ماما بقول لك ايه، سافروا انتوا مع الف سلامه. مع الف سلامه والقلب دعالكم والله. طب هنروح من غيرك ازاي بس يا ابني؟ ماما بقول لك ايه، انا مش عيل صغير، وبعدين انا هنا في اجازه مع اصحابي، هقضيها معاهم يعني هقضيها معاهم. طب هتسيب ابوك يسافر لوحده برضو؟ ماما اللي انت بتقوليه ده، هو بابا عيل صغير ولا ايه؟ لا مش عيل صغير، بس انت البكري يعني كتفك لازم يبقى بكتفه. يا ستي اهو محمد كبر، وان شاء الله ان شاء الله بكره هيبقى ظبوط ويعلي على كتف نجوم، لكن انا عشان خاطري سيبيني مع اصحابي. تعالى هنا بس. طب لو قعدنا يوم ولا اتنين هتعيش لوحدك ازاي؟ يا ماما ما تشيليش هم. ما تشيلش همك ازاي؟ استنى هنا كلمني. ماشي يا احمد. احمد الواد اتخبط في نافوخه ولا ايه؟ معلش يا طنط ما تشيليش همه، سافروا انتوا واتكلوا على الله وانا هقعد معاه هنا ارعيه. ما تشيليش انت الهم. ما تشيلش هم وهتقعدي معاه انت ترعيه؟ يا اختي امال اشيل هم مين؟ ايه؟ ايه في ايه يا امال؟ احمد مش عاوز يسافر، اقول له هتقعد هنا ازاي لوحدك؟ هنا تقول لي ما تشيليش هم، انا هقعد معاه. تقعدي معاه؟ ايوه يا خال، اصلا عندي شغل مهم قوي هنا. شغل ايه؟ انت لسه بتتدربي؟ لا ما هو اصل الاستاذ كمال موصيني ان انا اعمل موضوع كده في الصحافه مهم قوي، وقال لي انا لازم تخلصي الموضوع ده ضروري جدا. حتى لو موصيكي بموضوع واحنا مسافرين تقعدي في البيت لوحدك؟ احمد قاعد في البيت، تقعدي معاه؟ تجرى عقلك ايه؟ انت مخبوله؟ لا يا خال بس اصل ما هو مفيش بس. شغل مقطع بعضه قوي يعني. احنا مسافرين لازم تيجي معانا، واحنا هنا طبيعي تبقي معانا. انا تخيلت انك هتقولي لي يا ريت اجي معاكو عشان اشوف امي. جهزي نفسك هنسافر بكره الصبح. حاضر يا خير. ما فيهاش حاجه لما الولد يقعد راجل يقدر يدافع عن نفسه. لما عرفت ان احمد مش عاوز يسافر قالي تقعد معاه. الو ايه يا هنا؟ مساء الخير. مساء الخير يا خالد، انت فين؟ لا كنت باخد دش. عامله ايه دلوقتي؟ مش قد كده. لازم وحشتك مش كده؟ لا اصلي مسافره. مسافره رايحه فين؟ البلد. بلد؟ بلد مين؟ بلدنا. خالي مسافر بكره هو ومراته ومصمم ياخدني معاه. وهترجعي امتى؟ خالي بيقول ممكن نقعد يومين. هتوحشيني قوي. بجد انا هوحشك؟ انت ما بتردش ليه؟ عشان مش مصدق انك هتوحشيني. هو انت هتبقى تكلمني وانا في البلد؟ اصلا انا خدت اسمع صوتك كل يوم. انتوا عندكم شبكه في بلدكم؟ ما اعرفش. ليه؟ هي بلدكم ايه؟ بلد فلاحين كده جنب السوق. هو انت تعرف السوق دي فين؟ دي بلد سيدك ابراهيم الدسوقي. سمعني؟ ايوه ايوه سامعك. بتكلم مين يا خالد؟ دي هنا. دي هنا ايه؟ تقول ايه؟ لا دي اس اختي. يا دي كورية الهاني، الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك. الدنيا كلها تنفعت. الله يسلمك. انت وحشاني بجد يا فاطمة. ربنا يكرمك. ايه يا فاطمة؟ ازيك يا فاطمة؟ يا دي الهانة يا دي الهانة يا دي الهانة. وحشاني يا حبيبتي وحشاني. يا هانة تعالي يا بنت، امك ملهوفة عليك. تعالي يا اختي على خد امك يا اختي، اخشي كده والبدي يا بنت وحشاني. ايه بتاع مصر نسك امك ولا ايه يا هاني؟ لا ما تقدرش، بصي ايد عمتك قال. ازيك يا طلال؟ تعيش يا اخويا. الله يرحمها. يا مرحب يا مرحب، يا دي النور يا دي النور. يا اهلا. ازيك يا عبد الحميد يا اخويا؟ ازيك؟ الله على السلامة. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ يونس؟ ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك يا هانا؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا خالي؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. طمني السمك المشوي جاهز؟ طمن جاهز ومن يد اختك فاطمه زي ما بتحب. تمام اتفضل اتفضل. يلا يا عبد الحميد يا اخويا، كل كده كل كده وقول لي رايك. يا سلام يا سلام، هو ده السمك اللي وحشني.
بالهنا وشفا يا اخوي، مطرح ما يسري يمري. هي ام احمد ايه رايك؟ عسل. وانتوا عايزين عزومه ما تتفضلوا، صينيه السمك المقلي دي هتعجبك قوي يا اخوي. لا انا خليني في المشوي. اي والله يا عبد الحميد يا اخوي، طول عمرك تحب السمك دي؟ كنت دايما اكله من ايد امي الله يرحمها. وبعدين من ايدك، ربنا يديكي طولة العمر. اطبخ يا حضر الظابط. اطبخ، مش هيجيبوا لك السمك ده في كلية الشرطة. عادي، كل خميس وجمعة وصلوا له لغاية مصر. واحنا في ديك الساعة لما يبقى في عيلتنا ظابط شرطة. أصغرت يا اخويا نوبة واحدة. لا لا يا فضل، لا، أنا منع الزغاريت هنا وهناك. لما يقبل بقى إن شاء الله خديها من هنا لمصر الزغاريت. يا رب يا محمد يا ابن عبد الحميد اخويا يكتبها لك يا رب، وتبقى ظابط شرطة كده ومعلق الدبور. اسمع من بقك ربنا يا فاطمة. إن شاء الله بإذن الله. احنا بعد ما نتغدى نحبس بشاي، وبعدين تقعدوا بقى تملوني جميع اسماء العيله. يا سلام، لو عايز نمليك من دلوقتي احنا جاهزين. اجري يا شيخ البلد، سيبنا استمتع بالسمك، قدامنا الليل بطوله. وبعدين قبل كده لازم نروح نقرا فاتحه لابويا وامي ونرجع. اطبخ يا حضره الظابط. اهي منظفه الاوضه ومهوياه وعامله كل حاجه. والعلم اتبدى ما كانش لازم تشتري ملايات جديد، انا اشتريت يعني عامله كل حاجه. خيرك سابق يا فاطمه. استغفر الله العظيم، خيري سابق ده ايه؟ داني يا اختي لو قعدت العمر كله اسرد وارد بجمايل عبد الحميد اخوي مش هقدر. لا وزاد وعدى جميلك انت كمان يا ام احمد. جميل ايه اعوذ بالله؟ بقى لما تاخدي بنتي عمري لحم كده ضناي، لما تاخديها في حضنك وتقعديها سنة بحالها وترجعيها لنا ناجحة والحمد لله صحتها حلوة وموردة، ده مش يبقى جميل يا أم أحمد؟ لعلمك بقى هنا زي دعاء، وهي البنت دعاء سافرت وإحنا ما نقدرش نستغنى عن هنا خلاص. صحيح يا أم أحمد؟ يوه، لو أنت عندك شك يا فاطمة ولا إيه؟ طب اقعدي جاري. شوفي يا ام احمد، انا كان نفسي ومن عيني من زمان حاجه كده في عقلي عايزه اقولها لك، وانا شايفه ان جه وقتها دلوقت. بدري انت قلتي بقى انك ما تقدريش تستغني عن هاني. خير يا فاطمه؟ انا نفسي يا اختي ان هاني ما تطلعش من عندك العمر كله. ما تطلعش من عندي ازاي؟ ايوه يعني احنا عوله كده بلحم بعض. قصدك مش بيقولوا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك؟ اديني بقى بخطب ابنك احمد لهنا بنتي. يا سلام. والله يا فاطمه احنا زدنا شرف. شوف يا ام احمد، انا ما حلتش في الدنيا غير بنتي هاني، وكان المرحوم ابويا ساب لي نص فدان قعدت احرس فيه ورعرع فيه ورعيه لحد ما بقى بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله فدانين. مش عايزة حد من بره ياخد زرعة يدي ولا حد ياخد ميراث أبوي، أخويا عبد الحميد وعياله أولى بيهم. والله يا فاطمة إن كان علي أنا ما عنديش مانع، يعني هنا أدب وأخلاق وتفوق مش هنلاقي زيها أبدا. أمال مين اللي هيعص؟ عبد الحميد أخويا؟ عبد الحميد ده ايه؟ ده بيحبها زي يعني. امال هو في ايه؟ الولاد يا فاطمه، الولاد نفسهم. ما تعرفيش بقى دماغ احمد رايحه فين، دماغ انا رايحه فين. هاني بنتي تبص المخلوق داني اكسر ضلعيه. تكسريه ليه؟ احنا ما عندناش بنات تطلع لبر ولا تبص لبر. الكلام ده لما كانت عندك، دلوقتي هنا في الجامعه ومن حقها. ولا نسيت انا وعبد الحميد كنا عاملين ازاي يا بنتي؟ ايوه يعني بس قولي هنا لسه عيله يعني. طب ما انا اتجوزت وانا عيله ولا انا عجزت ولا ايه؟ اه ده انت اللي جدك لسه بيتخطب مش كده؟ والله حلو. بصي يا فاطمه، احنا نستنى لما العيال يتخرجوا ونشوف دماغتهم رايحه فين. رايحه فين؟ على العموم ابقي شوري عبد الحميد اخوكي. يا فاطمه تعالي شوفي هتعشى اخوك ايه. ان شاء الله كل اللي يعوز الاستاذ اخويا يبقى موجود. مش هنطمن على احمد؟ لحقتي تقلقي يا اخويا، انا قلقانه من ساعه ما خرجنا. يلا كلمه عشان نطمن عليه. انا كمان عايزه اطمن عليه يا اخويا. الله الله الله، ده مش ام احمد بس اللي قلقانه عليه، ام احمد وعمه احمد. وانت فاكرين احمد ده عيل؟ لولا انه بقى راجل ما كنت سبته لوحده.
مساء الخير يا احمد. مين ده ايه؟ انت مش عارفني؟ انا ابوك. يلا انت نايم؟ لا يا بابا انا صاحي قوي. طيب كويس انك في البيت عشان تطمن عليك. لا اطمن، انا كويس قوي الحمد لله. طب خد، امك عايزه تطمن عليك. الو، ايوه يا احمد. ايوه يا ماما. عامل ايه يا حبيبي؟ انا الحمد لله كويس. طيب الحمد لله، اتعشيت؟ انا حاطه لك الاكل في الثلاجه، سخن وكل. يا ماما تلعيش عليا يا ماما، وانا عيل صغير. لا انت راجل وسيد الرجاله، بس انا امك. سخن الاكل في الكسروله الصغيره، وما تعليش البوتاجاز عشان ما تتحرقش. سامعني يا واد؟ يا اختي هاتي بقى، انا عايزه اتكلم. عمتك عايزه تسلم عليك. خد هاتي يا دم. الو، ايوه يا احمد. ازاي يا ضناي؟ ازيك يا عمتي؟ احنا كويسين يا اخويا، مش ناقصنا الا نشوفك. عايزين نشوفك يا احمد ونطمن عليك. حاجي المره الجايه والله يا عمتي. انت وحش اللي هنا كلهم يا احمد. طب بقولك ايه، على العموم سلمينا على كل اللي عندك، وانا هسخن الاكل واتعشى. هاي، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. بريك يا شباب، نستريح شوية. أهلا. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يا كابتن. شكلك كده مشتاق للبطولة. ربنا يسهل. لا أنا شايف بسم الله ما شاء الله شكلك رجع زي الأول وأحسن. يا ريت يا كابتن. يلا بقى يا بطل، روح غير هدومك عشان تورينا لعبك. الفرقة من غيرك ناقصة كتير. حاضر. إيه بتدور على حد يا أحمد؟ بحاول افتكر بس. لا انت لازم تفتكر، وتفتكر كويس قوي. الامتحانات وخلصت خلاص. يلا يا كابتن احمد، غير هدومك عشان التمرين. اتفضل. ايوه خلاص، سقطنا والاجازه خلصت والحمد لله. قلبك ابيض يا كابتن. وقف عندك ولا حركة. اثبت. تعالى ارجع، ما تنزلهاش. اوعى ترميها. يعني انت لو رميتها احنا نسهر ونصهر بايه؟ اتفضل يا بص. بص علينا يا بص. ده احنا غلابة عاوزين شيشة بغابة. وواد القلوبة يا رص. تعرف مالك قلبك ضعيف كده ليه؟ ما تعملوهاش تاني. لا ده انت قلبك طلع. قلتلكم ما تعملوهاش تاني. خلاص يا ميدو بيهزر معاك. خلاص خلاص بقى، كنا بنهزر. ده ما فيهوش هزار. خلاص قلبك ابيض. فين البغاشه؟ موجوده. اتفضل ارجع. تعالى يا ميدو معايا. تعالى. كلام ايه اللي هسمعه؟ فاطمه اختك جايه تخطب. تخطب مين؟ احنا ما كانش عندنا غير دعاء. جايه تخطب احمد لهنا. قالت له اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. هو المثل صحيح ولا موافق عليه؟ يعني انت موافق تخطب احمد لهنا؟ هي قالت لك كده؟ ايوه قالت لي ما حلتيش غير الارض وهنا، ومش عاوزاهم يطلعوا بره.
ايه انت هتبصلي ليه؟ هي قالتك على المكشوف كده؟ اه وجايه تقول لك على المكشوف كده برضه. شوف بقى هترد عليها تقول لها ايه. امال لو عرفت ان احمد مفيش في دماغه هنا خالص هتعمل ايه؟ يا ام احمد تعالي يا فاطمه. لما اخذي اوعى تكونوا نعستوا. لا يا اختي ما نعسناش. يعني اللي يكون رماكوا الهوا ونعستوا. انتوا ما عندكوش هوا يا فاطمه، عندكوا ناموس. ايوه وانت بقى تقعدي تغني لنا ما رمانا الهوا ونعسنا. واللي شبكنا يخلص. هو مش الاستاذ عبد الحليم كان بيقول كده يا اخوي؟ الله يرحمه. بس انا وامال مش عاوزين اللي شبكنا يخلصنا. ربنا يا اخويا يهدي سركم ويفرحكم بعيالكم ويخليكم لبعض. امال انا عايز اشبك انا معاكم ليه؟ عشان انت يا عبد الحميد يا اخويا اصيل وعشري واكيد عيالك هيطلعوا زيك. اديني بقى جبتها لك على بلاطي وقلتها لك على المكشوف، وزي ما انت اخويا ام احمد كمان اختي واكيد هي قالت لك. ايوه فاطمه بس قوم يا اخويا قوم نتعشى مع بعضين. ايوه وبالمره اقول لك رايي في حكايه احمد وهنا دي. لو كنت هتقول لي اللي قالته لي ام احمد يبقى اني سمعته. هي اللي قالته امال صحيح يعني يا فاطمه؟ الولاد لسه صغيرين وفي الجامعه. هو في ايه يا اخوي؟ هو اني قلت يعني يكتبوا كتابهم ولا نزفوهم حتى؟ ما تقصدي ايه بس؟ انا يا اخويا يعني يكفيني كلمه منك وان شاء الله حتى كده يلبسوا دبلتين يبقى انا اطمنت. عشان يعني يا اخويا لو جرالي حاجه اروح لحالي واني مرتاح. بعد الشر عليك يا فاطمه، بس لازم اخد راي احمد هو صاحب الشان وبعدين بقول لك رايه ايه. سيب سيب يا ابني هات انت الشنط اللي بره. خد يا محمد. شيل شيل علامه. اكيد الواد احمد نايم. فيش التليفون مش متشاله. احمد مش هنا. وفيها ايه؟ فيها ازاي؟ طب اهدي بس يا امال اعملي معروف. الله يا جوز الواد زهق وراح النادي او صحي بدري ونزل. لا يا عبده ده لا طلع ولا صحي ولا نزل ولا حاجه ابدا. ايه اللي يخليك تقولي كده؟ الواد ما بيتش هنا اصلا. ما بيتش هنا اصلا ازاي؟ فرشته زي ما هي، زي ما سبتها رجعت لقيتها. وما كانش بيرد علينا وفيش التليفون مش متشاله بره. الواد ما بيتش هنا يا عبده. امال هيكون بيت فين بس؟